على وقع الأحلام الكبيرة والمنجزات العظيمة طوال 88 عاما تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني والذي يصادف 23 من سبتمبر من كل عام على قصة كفاح وريادة. وفي ذروة المجد تقف المملكة شامخة بوطن يسمو نحو تحقيق الحلم السعودي بترسيخ ملحمة الرفعة والتنمية والازدهار تحت قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين مملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتبقى ذكرى التأسيس والتوحيد بطولة خالدة في وجدان شعب أبي يرسم المجد والعطاء ويجدد الولاء. تخلد الأمم والشعوب ذكرى أيامها بمداد من الملاحم والأمجاد، فما يسطره الأجداد يبقى محفورا في ذاكرة الأحفاد. يتعاهدون الذكرى ويستحضرون المنجزات فتزداد اللحمة ويتشامخ البناء. وبعودة 23 من سبتمبر من كل عام تستعد المملكة العربية السعودية يوم وحدتها وانطلاق نهضتها، متطلعة في الذكرى 88 ليومها الوطني إلى الملحمة الخالدة التي سطرها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ويمثل اليوم الوطني للمملكة ذكرى عطرة تحمل في طياتها الكثير من المعاني السامية في ظل وجود قيادة واعية ووطن معطاء يشهد تطورا على كافة الأصعدة، وهو ما جعل المملكة أحدى الدول المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، بل أصبحت في صدارة اقتصادات الدول الكبرى. فالمملكة اليوم أكثر حيوية ونشاطا من أي وقت مضى، والذي يحدث اليوم هو التتويج الأنسب والفعلي لكل تلك المراحل السابقة التي عاشتها المملكة تدرجا متصلا، كانت فيه كل مرحلة تنقل معها الدولة إلى المستوى الأنسب والأقدر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وتربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت علاقات خاصة ومتميزة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، فالتاريخ يعود بهذه العلاقات إلى ماض بعيد وأبعاد متعددة لها في كل جانب، دلائل واضحة تشير إلى حجم التعاون وأريحية الود والصداقة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وإذا كان للأرقام دلالة في مسيرة العلاقات بين الدول، فإنها في مسيرة العلاقات السعودية الكويتية حقائق ثابتة ورسوخ بالمبادئ التي تؤمن بها قيادة البلدين، تعززت على مدار التاريخ بمواقف جمعت شقائق الأخوة بين البلدين، خاصة إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. اليوم المملكة بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وساعده الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجدد شبابها برؤية المملكة 2030 وتعيد رسم جغرافياتها على خارطة الاقتصاد الحديث بمنطلقات نحو المستقبل، تصيغ الخطط والاستراتيجيات لتنمية مستدامة تحقق الرخاء لشعبها على كافة المسارات.